اعزائي مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومشاهدي قنوات اون تايم سبورت في كل مكان. مساء الانتصارات، مساء الذكريات الجميله في يوم مختلف بنحتفل به النهارده في ذكرى ثوره 30 يونيو. ثوره اللي غيرت ورجعت بلدنا لينا مره تانيه. ثوره اللي طالب بيها كل مصري كان عايش في خوف وفي قلق داخل بلد الامن والامان. ثوره اللي اسست لجمهوريه جديده وصلتنا لحياه كريمه نحس بيها دلوقتي وبيحس بيها كل المصريين مش بس في المدن ولا كمان في الريف والقرى. كل شاهد على المشروعات والتعمير اللي بيتم في كل حتة في أرض محروسة. النهاردة بنقول للمصريين كل عام وأنتم طيبين وبإذن الله دائما اللي جاي أفضل ودائما رافعين شعار ما تخافوش على مصر، دائما خافوا على اللي يجي عليها. حلقة جديدة النهاردة مع حضراتكم كمان بنهني فيها بمناسبة أكيد بداية شهر ذو الحجة. كل عام وحضراتكم بخير والأمة الإسلامية بخير ومصرنا الحبيبة دايما بأمن وأمان. حلقة إن شاء الله هتكون مميزة كالعادة وزي ما احنا متعودين معاكم، هيكون لينا فيها جولة في الساحة المحلية خلال أخبارنا الخاصة جدا، وكمان هنتابع كل الكواليس الجديدة في عالم كرة القدم العالمية. كل ده